سيطرت مصالح الحماية المدنية بولاية الصيف على حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني رقم 5 في منطقة بوسلام، وهذا بعد انقلاب شاحنة معبأة بمادة سريعة الاشتعال. سبب الحادث أرجعته التحقيقات الأولية لعناصر الدرك الوطني إلى الجليد الذي عرفته المنطقة. أكثر تفاصيل في ميكروفون فرشي. وقع على الساعة حوالي الساعة 3:10. السبب الرئيسي على حسب المعلومات المستقات أنه الأرضية الزلقة نظرا لتساقط الجليد صبيحة هذا اليوم، وسبب رئيسي في عائلة المرور عندنا هو لونون ريسبي، يعني عدم احترام قانون المرور خصوصا في الظروف هذه الخاصة وين يكون المطر والجليد. هذا الشاحنة يعني نظرا لحساسية الحادث لأنه يتمثل في نقل مواد خطيرة متمثلة في شاحنة صهريج معبأة ب 27 ألف من المازوت. ثاني، هذا الحادث راهو تسبب في حادث ثانوي على بعد حوالي 200 متر نظرا لظروف نفس الظروف، يعني أدت إلى حادث ثانوي، ورانا ما متأهبين يعني لأي طارئ. لما تنخفض درجة الحرارة كاين يكون الساقيع والجليد وهذاك، وبالتالي الافراط في السرعه راح ينجم عليه الانزلاقات والديراباج، وانا احنا بصدد تنظيف الطريق بالاتربه باش نحيو المازوت اللي راه متسيح في على الطريق باش نتفاداو الانزلاقات تاع السيارات.